عندك 15 عام ولا اكثر، بغيتي تطور من المستوى ديالك في اللغه الانجليزيه، هذا الصيف المركز اللغوي الامريكي اكادير انزكان كيوفر لكم جوج دورات مكثفه. الدوره الاولى غادي تبدا من 24 شهر 6 حتى 5 شهر 7، الصباح من 9 ل 12 ولا الليل من 7 ل 10، من نهار 2 حتى نهار الجمعه. هذه الدوره فيها المجموع ديال 30 ساعه مقابل 1200 درهم. بالنسبه للدوره الثانيه كتبدا من نهار 11/7 وكتسالي نهار 26/7، عندكم الاختيار ديال جوج اوقات، التوقيت ديال الصباح من 9 ل 11 ونص، التوقيت ديال الليل من 7 ل 9 ونص، من نهار 2 حتى نهار الجمعه. بالنسبه لهذه الدوره كتقراو فيها 30 ساعه مقابل 1200 درهم، سواء كنتوا غتختاروا الدوره الاولى او الثانيه. اذا كانت هذه اول مره لكم في المركز اللغوي الامريكي اكادير، كتخلصوا 100 درهم ديال التسجيل الاولي و100 درهم ديال لو تيست. اماكن محدوده، زوروا المركز ديالنا في اقرب وقت ممكن.